استقمت منذ شهرين وأمارس العادة السرية عجزت على تركها، أبي حال جزاك الله خير. هل الإنسان يعني العادة السرية أيها الشاب يعني فيها كغيرها من ذنوب المعاصي؟ اللفتة اللي أريد أن أطرحها، يعني بعض الناس الشباب يستعمل العادة السرية. العادة السرية لا تكون لك حاجز عن تأخرك للصلاة، ولا حاجز عن حضورك لمجالس الخير، ولا حاجز لك عن مجالسة مع الصالحين، ولا الذهاب للمحاضرات ولا للكلمات. يعني بعض الناس الشباب إذا استعمل هذه العادة خلاص حس إنه إيش، كأنه كافر وكأنه منعزل وكأنه منطوي خلاص. ما لا يا أخي، هي كغيرها من الأخطاء الشائعة ومن الذنوب مثلا، لكن استمر على خيرك وعلى برك سوف يوما ما وترجع، هي كغيرها. فلهذا بعض الناس يجعل يعني بعض الناس يجعل بعض المعاصي عاقبة على عدم البعد عن الخير. لا يا أخي أيها الشاب، اقرب من الخير وإن كنت تستعمل العادة السرية. لا تترك الصلاة، جالس الصالحين، جالس الموفقين، اذهب معهم وأنت تستعمل هذه الأدب، وكما ستر الله عليك استر على نفسك، استر على نفسك وحاول أن تبتعد بقدر الإمكان، لكن لا تجعلها عقبة للبعد عن الخير. هذه نقطة ضعها على بالك أيها الشاب، لا تجعل العادة السرية عقبة في البعد عن الخير. لا، اقرب من الخير بقدر الإمكان، وعملك هذا احرص على البعد عنه والنائي عنه وما فيه من الأضرار إلى آخره. لكن لا تجعل هذا، لأن كثير من الشباب تقول يعني انتكاسة وحصل لهم من رجوع القهقرة ونحو ذلك بأسباب ماذا؟ بأسباب أنه يعمل هذا الشيء، فهو في قرارة نفسه الناس ما يبغون، أهل الخير ما يصلحوا لي، أنا مذنب، أنا كذا كذا. هي يعني على حتى وإن قلنا بأنها ذنب، يعني بعض العلماء أنها ليست يعني من كبائر الذنوب التي جاء الوعيد الشديد ونحو ذلك إلى آخر، هي ذنب وخطأ ابتعد عنه بقدر الإمكان، لكن لا تجعل هذا الذنب عقبة في بعدك عن مجالس الخير والمحاضرات وجلساء الصالحين وحب الخير والنصح والإرشاد. كم إنسان مبتلى بها وهو من الذين يدعون إلى الله عز وجل وينبئون ويعلمون.